صباح الفل والورد والياسمين، ازيكم؟ عاملين ايه؟ هنتابع فرخة او زغليل الحمام اول باول. يعني لو حضرتك بتفكر ان انت تشتري حمام، حاول تشوف الفترة ديت، لاني انا بادئه معاكم من باربع تجواز بس، لان كل الحمام اللي عندي صفيته ودول او يعني بيشتغلوا من اول وجديد، فاحنا بنتعلم مع بعض. او انت بتواجهك مشاكل في تربية الحمام بالنسبة للانتاج او كده، تابع معايا اول باول وان شاء الله تستفيدوا. طيب احنا قلنا دوت تحتيه زغليل، دولت فكوا وهنشوف مع بعض. دولت برضو زغلولين، وده رائد على البيض وده برضو رائد على البيض. طيب نبص كده ونشوف الزغليل. ثواني، ما شاء الله، يعني اهو ده اكل. اهم حاجة تتأكد ان ده اكل كويس وده اكل كويس، الاتنين اكلين والاتنين في حجم واحد. خلاص كده انت هتسيب الاهالي تتعامل، مش هتتدخل في حاجة. تمام. طيب بالنسبة لدولد، البطين اهو فكوا مع بعض من غير ما احنا نساعدهم في حاجه، لان انا كنت محضنه الاثنين مع بعض، والاثنين اكلين والاثنين في حجم واحد، مفيش اي مشكله. برضو وبالنسبه للفوط اللي هي اللي انا حطاها تحت الزغاليل دي، ما ينفعش تساب كتير، مجرد ان يبقى فيها زبل او حاجه تتشال، يا اما بقى عايزين تغسلوها وتحطوها تاني مفيش مشكلة، عايزين ترموها خالص. اهم حاجة ان انت تحافظ على نظافة المكان، ومنهم الطاجن، لان مناعة الزغاليل في الفترة دي بتبقى ضعيفة جدا، واي مرض بيصيبها. احنا ايه هنشيله، هنشيل دي ونشيل دي كمان. واهم حاجة واحنا بقى بنبص كده نشوف منظر الزبل، مفيهوش اي تغيرات ولا اي حاجة. وهقول لكم بصوا، ده اللي هنا بقى راح لاحد المتابعين، يعني مش لازم نقول الاسماء يعني، بس راح لاحد المتابعين. طيب دول راقدين، وزي ما قلت لكم احنا حاطين هنا من هنا ومن هنا عشان القص ده كان بيخاف، والحمد لله انا مش هحاول اكشف ولا حاجه، البيض تمام. مدام احنا بنكشف يا شباب بعد 5 يوم، لقينا البيضتين مخصبين وراقدين، خلاص ما بنقربش عليهم خالص، غير بعد 18 يوم بنشوفهم نقروا ولا لا. طيب هنا، حاضر يا عمر، ده الغزار برضو رائد على البيض، والبيضتين سلام ومفيهمش اي حاجه، بس لسه مش هنكشف عليهم دلوقتي، لان النهارده تالت يوم بعد الرقد، فلسه قصادنا يومين ثلاثه كده وبعدين نكشف على البيض. وعايزه اقول لكم اللي هي كانت تحت دي كانت مجمعه قش، فيعني ايه مبروك على صاحبها. ماشي. طيب ومن حين لاخر يعني ان شاء الله، ان شاء الله على امل يعني ان القناه تكبر، زي ما انا يعني لو حققت عائد مادي ان شاء الله هفرح كمان اللي حواليا، خاصه الشباب اللي لسه مبتدئين. يعني ربنا يسهل الحال الاول، ما نتكلمش في حاجه لسه قبل اوانها. طيب هوري لكم برضو، ادي اهي يا شباب، دي الحمامه اللي طيرتها امبارح، رجعت واكني ده مكانها. تمام. طيب ودولت الزغاليل اللي عندي. طيب انا دلوقتي هبتدي ان انا اكلف، احط الكلفة والمية معاكم برضو. دلوقتي الطبق ده اللي انا بعبي فيه الميه، ودي الفرشه اللي انا بنضف بيها. بعمل ايه؟ بجيب حتى لو الميه نظيفه لازم اغيرها يوميا. بصي ان انا انضف، بصوا الميه نظيفه. في ناس ممكن تستسهل تقول لك الميه ما دام شايفينها ولا لا، اهي بس لازم برضو هتتغير. وانا جبت اهو ميه نظيفه، ببتدي بقى ايه عامله. زي ما قلت لكم انا كل مثلا اسبوعين بحط خل في الميه.
مش كل يوم بحط، هو بس عشان ينضف لي معدة الحمام لو فيها اي حاجة، لان بتحلي رقبات كده. انا تابعت الاصوص اللي شغالة عندي، غيرت المية، حطيت لهم كلفة. هبتدي دلوقتي افتح للزغاليل بما اني هيتحبسوا يومين، وهفتح كمان للحمام معي. النهاردة بقى هكلمكم على ازاي نحافظ على صحة الحمام من الامراض، خاصة الامراض التنفسية او امراض البرد، لاننا في الشتاء، فمعظم حتى الحمام اللي بيتصاب يا اما نزلات برد يا اما تنفسي، يا اما السلمونيلا ديت معانا على طول سواء الصيف او الشتاء، والسلمونيلا ديت بكتيريا بتصيب الحمام نتيجة تلوث، سواء بقى تلوث المكان، تلوث في الكلفة، تلوث في المية. علشان كده بقولك ابدأ يومك بالنظافة الدورية للحمام. طيب هنعمل ايه عشان نرفع مناعة الفرد من ان هو يتصاب بالامراض؟ بص انا هقولكم على ايه هعمل ايه، ونادرا ان انتوا تشوفوني بحط تحديق مع اني بنصح بالتحديق. طيب لازم نفرق بين الحمام اللي محبوس في سلكات ما بيتحركش خالص، فانت مطالب ان انت تعوض له المعادن او الفيتامينات او الاملاح اللي موجوده في التحديق وتحطها له. طيب انا هنا من حين لاخر بطير الحمام، فالحمام بينقر مثلا في المونة اللي في البيوت، بينقر في الطينه اللي موجوده هنا، بياكل في الزرع، وهقول لكم انا زرع هنا ايه بالظبط، وبيحدق من الطبيعه. فعشان كده انا ما بحطش تحديق، لان هو بياخد اللي جسمه محتاجه اثناء طيرانه. تمام، دي وجهه نظري يعني، ما بحبش اي شيء لو زاد عن حده بيتقلب ضده. انا ما بحبش احط التحديق ليل ونهار، يعني لو حتى افترضت ان انا مربيه على السايب وما بطيرش الحمام. ليه؟ لان كتر الفيتامينات ممكن تعمل صلابة في قشرة البيضة وتكبس كمان الزغلول. يعني شوفوا هي مفيدة تعمل على تقوية قشرة البيضة ازاي، لو خاصة البيضة برشة او البيضة ضعيفة، بس لو احنا اديناها بكسرة او على طول، وممكن احيانا لما احط الحاجة على طول قصاد الحمام تختلط بالزبل فيبتدي يلقط منها فتسبب له امراض، فالنتيجة بتبقى هنا عكسية. طيب برضو نعمل ايه عشان نرفع من مناعة او الجهاز المناعي؟ هتستخدم حضرتك او هتداوم على البصل او الثوم؟ اذا نداوم يعني كل يوم؟ لا طبعا، زي ما اتفقنا كل حاجة ليها مميزاتها وليها عيوبها، الكترة منها بتعمل نتيجة سلبية. طيب يعني ايه الكلام دوت؟ يعني انا بقول لحضرتك هتداوم يعني كل مرة او مرتين في الشهر، يعني كل اسبوعين هتدي بصل او ثوم. وهنتكلم هنديبش ازاي لو انا مربي في سلكات ما بطيرش زي يعني زي كده، هتدي البصل او الثوم ازاي، وايه المقدار اللي ما يأذيش الحمام، لاني برضو الحاجه ديت يعني كتر الثوم ممكن يوصل لعمليه تسمم في معده الحمام. يعني شوفوا مفيد هقول لكم ازاي. في ناس بتنسى البصل، يعني معظم المربين بيركزوا على الثوم وبينسوا البصل اللي ما يقلش اهميه، وممكن يكون اعلى كمان من الثوم. طيب هنتكلم الاول في فوائده، بيعمل ايه البصل ده لو انا اديته او الثوم دوت بيعمل ايه، وبعدين هنتكلم هنديه بشكل ايه والمقدار ايه، وقلنا كل مثلا اسبوعين هندي مره. طيب هو اول حاجه ورقه وقلم وكوبايه الشاي كده، وخلي عندك اجنده زي ما قلت لكم، او عباره عن نوته تكتب فيها الحاجات المهمه عشان نفهم احنا هنديه ليه. اول حاجه يعتبر رافع ومنشط للجهاز المناعي، دي اول حاجه. تاني حاجه مضاد حيوي طبيعي. يعني ايه مضاد حيوي؟ حضرتك بدل ما تدي فلوموكس ولا تدي اي نوع مضاد حيوي مثلا، لا هو دوت مضاد حيوي طبيعي. يعني مضاد، واتكلمنا قبل كده يعني ايه مضاد، يعني هو الفتوة اللي بيحمي الجسم الداخلي من اي بكتيريا، بس كده؟ لا مش البكتيريا بس، ده بيقضي لك كمان على اي طفيليات او ديدان في معدة، يعني يعتبر مطهر معوي برضو طبيعي. طيب هل بيقاوم الامراض؟ بيعمل على مقاومة الامراض، زي مثلا بكتيريا زي السلمونيلا، زي الديدان،
زي اهم حاجه، واحنا خاصه في البرد بيعالج، لو في نسبه برد بسيطه بيعالج من البرد والامراض الجهاز التنفسي. طب الله ده حلو قوي. طب ايه تاني؟ بيقول لك بقى ان انت لما بتدي توم او بصل في حاجه اسمها انزيمات، الانزيمات الهضمه دي اللي هي بتساعد، احنا زي ما احنا عارفين ان في حاجه اسمها حوصله ربنا خلقها في صدر الحمام كده هوت علشان يعتبر ده مخزن وملين، فاثناء بقى التليين دوت بتدي افرازات سواء في المعده او في الحوصله، الافرازات ديت بتساعد على تنشيط الانزيمات الهضمه ديت، فدوت يعتبر حاجه مفيده تسرع من عمليه الهضم للحمامه. بس كده لا، اصبر بس اكتب ورايا. في كميه فيتامينات واملاح كبيره جدا، وحاول ان انا اقول لكم جزء جزء. يعني مثلا هنلاقي فيه فيتامين جيم وكاف، ايه ده؟ اما دول بتوع ايه؟ دول بيقووا عظام الحمام. يعني لو حضرتك بتشتكي ان في زغاليل بيطلع فيها كساح، لا، لما تداوم، لان الاهالي بتاكل برضو، لما تداوم وتدي الثوم او البصل هتلاقي الحمام عندك قوي والزغاليل بتاعته بقت قوي. في حاجه تاني؟ اصبر بس على رزقك. يعتبر محسن للدوره الدمويه للحمام، يعني بيخلي الحمام نشيط ما فيهوش خمول. هو كمان يعتبر مضاد للاكسده من اي مرض بيجي للحمام. اخر حاجه بس عشان ما اطولش عليكم واقول لكم مكونات البصل ايه، لان انا هنتكلم النهارده الحلقه خصيصا عن البصل. هو يعتبر فيه 40 سعر حراري، منهم ايه بقى يا باشا؟ بروتين وكربوهيدرات وحديد وكالسيوم وفيتامين، زي ما قلنا فيه فيتامين جيم وكاف، وفي فيتامين ب كمان، في سيلينيوم، منجنيز، صوديوم، بوتاسيوم، فوسفور، مغنيسيوم، ما تعدش يا باشا. فده كنز، يعني كنز معادن احنا بنغفل عنه، او معظم المربيين بيهملوا فكره الثوم والبصل. افتكر واحد من المربيين يعني على الفيسبوك كان بيتريق يقول لك ايه، والمربيين يعني اللي هم الغشمه، يعني اللي هم زي حالاتي، يعني يحطوا لك ايه، ثوم باودر وبصل باودر. انت لو عرفت ودرست فكره الثوم والبصل هتحس ان انت هتنسى كل حاجة وتركز مع الحاجات الطبيعية اللي ربنا خلقها لنا من غير اي اضرار. طيب هنديه ازاي؟ بص يا باشا، لو انت مربي على السايب، ده بصل ناشف اهو صغير، انا قطع الجزء بالسكينة الجزء اللي من فوق، بصلة صغيرة مش لازم تجيب بصلة كبيرة، البصل غالي. وهتعمل كده بس اهو، ده لو انت مربي على السايب بحيث ان يطلع الورق الاخضر ده هو بايه بينقر فيه اهو، تمام اهو. هو بقى ايه، مع نفسه بياخد اللي جسمه محتاجه. طيب ما عندكش ان انت تجيب اسري او عامل في سلكات، هتجيب البصل الاخضر ده الجاهز اللي هو بيتباع في الاسواق وتقطعه وتحطه في طبق تاني جنب الكلفة او مع الكلفة، مفيش مشكلة. طب إيه انت ما عندكش بصل اخضر او مش متوافر عندك، هتجيب بقى ايه، بصل بودرة، ده من عند اي العطار. يعني مثلا هتعفر الكلفة بتاعتك، لو جايب 5 كيلو كلفة مثلا هتحط معلقة صغيرة وتقلب على الكلفة، هو هي يعني هيشمل يعني هيندمج يعني مع الكلفة، والحمام وهو بياكل الكلفة هياكله. لكن انا ما بفضلش خالص فكرة ان انت تحط البصل او الثوم في المية. ليه بقى؟ حتى لو انا جربتها، يعني بقول لكم عن تجربة، اقول لكم انا حط ايه هنا كمان. ليه بقى؟ لان الحمام حتى لو على عطش وجي يشرب منها هيشرب بس بق صغير، مش هيشرب كتير لانه هيبقى برضو مستغرب طعم المية، هيشرب بق صغير وبعدين هيسيب المية تتأكسد تتراكم، ما تبقاش صحية. فعلى ايه؟ احنا عايزين ندي اكبر قدر من الافادة، فيا اما هتحط بقى في الفم مباشر. طيب ده بالنسبة بقى للثوم، ما احنا بص هو تقريبا الثوم زي البصل، يعني كرفع مناعة، كمنشط، انا عايزة اقول لكم كمان، نسيت اقول لكم من الحاجات المفيدة للبصل والثوم اللي هو منشط للمبايض عند انثى الحمام، يعني لو في مشاكل في البيض ولا حاجة هتخليها تبيض، وكمان محفز يعتبر للتزاوج عند الذكر للحمام. طيب بصوا بقى،
ده فص، بس فص كبير، فانا قسمته ايه 2. يعني لو عندك فص صغير تمام حط، عندك الفص كبير قسمه على 2 او على كمان على 3 علشان ما يهريش معدة الحمام، لان الحمام يعتبر معدته ضعيفة. طب اللي تحتيه زغليل، انا بدي سواء تحتيه زغليل او ما تحتيهوش زغليل مفيش اي مشكلة. طب هديه ازاي؟ هجيب لكم فرد واوريكم. انا جبت اهو الفرد، وادي شكل فص الثوم الصغير اللي انا هديه، ده تحتيه زغليل تمام، ده الدكر. هفتح بقه كده بس، انا عشان ايه مش عارفة هتحكم ولا لا. بيعافر معايا اهو، باينه شايفين؟ تمام. هفتح بق الفرد كده اهو، واحط فص الثوم او ربع فص الثوم تمام اهو. ده ايه قلنا كم مره؟ قلنا مره واحده يا مرتين في الشهر. وكمان يفضل زي ما قلت لكم، انا كلفت الاول يعني ما تدهوش على معده فاضيه، بس الموضوع بسيط وريحت نفسك من ادويه وامراض وتعب ومناهده مع الحمام. هنمشي مع بعض خطوه بخطوه، والحاجات اللي انا بعملها وحاجات بسيطه ومش مكلفه وموجوده في اي بيت. يا رب يكون الفيديو النهارده مفيد لحضراتكم واستفدتوا منه، ومحتاجه منكم تشجيع من فضلكم عشان استمر. يعني لو انت سمعتني لاخر الفيديو واستفدت، اعمل لايك، اعمل شير، اعمل تعليق، علشان ده بيفيدني ان القناة تكبر. شكرا جدا لتعاونكم. قبل ما اقفل الفيديو بقى، انا قلت لكم ان انا احتمال ان جوزي ينسى ان هو يغطي الحمام، فانا هخلي المنفذ اللي هو، بصوا المنفذ اللي هو ده مفتوح، مش هغطي، انا هغطي بس الجزء ده. ليه مش هغطي ده؟ عشان ده ما فيهوش اي هواء ضارب فيه، لكن لو انت عندك العكس غطي مكان اتجاه التيار الهواء. فانا هعمل ايه؟ هغطيه وارجع لكم. بصوا انا كده غطيته، وهغطي برضو اللي في الوش ديت تمام، وهسيب الجناب التانية. طب حد هيقول لي ليه ما عملتيش كده وريحتي دماغك؟ انا بحب اتفرج على منظر الحمام، يعني انا متعتي ان انا اشوفه هو بياكل الفرخ بتاعه، ان هو بيجمع قش. فانت عايز تريح دماغك من التعب دوت، اقفل مكان تيار الهواء وخلاص.